وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. أهلا بك دكتور محمد في نشرة الثالثة. إذا هل تحدثنا عن أهم ما حققته مملكة البحرين في تطوير هذا القطاع، وعلى وجه الخصوص دعم سيدي جلالة الملك لتطوير هذا القطاع؟ طبعا دعم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله هو الأساس، وهو الانطلاقة التي استندت عليها الهيئة. فرؤية الهيئة خططها سيدي حضرة صاحب الجلالة، وبناء عليها تم وضع الخطة الاستراتيجية، وتم وضع كذلك السياسة الوطنية لقطاع الفضاء، وتلا ذلك العمل على تأسيس قطاع فضائي وطني عبر ابتعاث مجموعة من الكفاءة البحرينية الشابة لاكتساب العلم والمعرفة والمهارات المطلوبة لخلق هذا القطاع وتكوينه وتأسيسه. واليوم احنا طبعا نفخر بأن هذا الفريق، فريق البحرين للفضاء، عاد إلى أرض الوطن وساهم في بناء أول قمر صناعي بحريني إماراتي، وهو القمر الصناعي ضوء واحد، والذي تم إرساله إلى مداره في بداية العام الجاري في شهر فبراير. إضافة إلى ذلك، اليوم احنا نفخر بأن عندنا مجموعة من الباحثين في مجال الفضاء، وعندنا عدد من الأبحاث تجاوز 32 ورقة علمية تم نشرها ما بين مؤتمرات علمية وما بين كذلك مجلات علمية محكمة. إضافة إلى ذلك، أن اليوم احنا أحرزنا في خلال الشهرين الماضيين جائزتين مهمتين على المستوى الدولي. الجائزة الأولى اللي هي جائزة 3G، والمعنية بتمكين المرأة وتمكين الشباب والتميز الجغرافي في قطاع تقنيات الفضاء، وتم الحصول على هذه الجائزة من أكبر مؤسسة علمية متخصصة في مجال الفضاء بمنافسة من 433 جهة من أكثر من 74 دولة. كذلك فازين ولله الحمد بتصميم الحمولة الخاصة بأحد الأقمار الصناعية التابعة لمركز محمد بن راشد الفضاء، من خلال المسابقة التي طرحها مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وهي الفاي 1. اليوم كذلك احنا نعمل على بناء قدراتنا من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع المحلية، وأبرزها هو القمر الصناعي البحريني الجديد، والذي يبنى في مملكة البحرين على يد الشباب البحريني. وهذه تعتبر سابقة لأن تقوم دولة حديثة في هذا المجال ببناء قمر صناعي بالكامل داخل المختبرات الحديثة على أيدي كفاءات وطنية من دون التدخل من أي طرف خارجي. نعم، ونحن دائما نفخر أكيد بالكفاءات البحرينية الوطنية. دكتور محمد، ما هي طموحات مملكة البحرين وكذلك رؤيتها المستقبلية فيما يخص مجال علوم الفضاء؟ طبعا احنا طموحنا حد الفضاء. نعم. وليس السماء، ولكن نعم، الفضاء. طبعا احنا عندنا مجموعه من المشاريع التي نامل ان احنا نساهم فيها. احد المشاريع اللي ان شاء الله سيتم الاعلان عنها حاليا هو قيد التباحث مع احد الشركاء الدوليين، ان نبني اول حموله فضائيه بحرينيه تهبط على سطح القمر. نعم. فان شاء الله يتكلل الموضوع بالنجاح، وسيتم الاعلان عنه ان شاء الله رسميا خلال الفتره المقبله. اضافه الى ذلك، ان احنا نسعى الى تاسيس قطاع فضائي مستدام من خلال التعاون ما بيننا وبين غرفه التجاره والصناعه، وكذلك تمكين لحث الشباب البحريني على المبادره في الدخول إلى قطاع صناعات الفضاء والاستثمار فيه وريادة الأعمال في هذا المجال. وما أعتقد أن في شيء صعب على شباب البحرين، اللي أثبتوا في كل الميادين قدرتهم، واليوم احنا ندعوهم للبحث عن فرص، خصوصا أن البحرين تمتلك مقومات البنية التحتية المطلوبة. نعم. وكذلك الكفاءات العلمية موجودة، وما شاء الله نسخر اليوم بأكثر من 17 جامعة ومؤسسة تعليم عالي ومجموعة من مراكز الأبحاث العلمية. فنحن نعمل معا لخدمة قطاع الفضاء ولتأسيسه الأسس الصحيحة، وسيتوج ذلك إن شاء الله بإصدار أول قانون وطني للفضاء. انتهت الهيئة من إعداد المسودة ودخل في مراجعات متعمقة، وإن شاء الله يصل إلى المرحلة التي يعرف فيها على الجهات الرسمية وفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين. نتمنى لكم كل التوفيق الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.